السلام عليكم جوار، بصح شطوركم الخوت. المهم جبت لكم انترفيو حصري من لاعب ديالنا حكيم زياش، بحيث انه جاوب على العديد من الاسئله الصعبه على مدرب توخيل. هضر على مدرب توخيل، هضر على هذاك الهدف اللي سجلو مع تشيلسي ملي كان مع اياكس، داك الهدف اللي خلاه يجيب لومبارد. دوى على العديد من النقاط والعديد من الاسئله، جاوب عليها المهمه ديال بصح في الانترفيو هذا. المهم بعدا سمعوا مزيان اش قال في الانترفيو هذا. هذا الانترفيو اللي باقي ما تلاحش في حتى موقع هذا، بحيث انني حاولت نترجمه رغم انه يقدر يكون بعض الاخطاء، لكن درت مجهود كبير باش نترجم لكم هذه الهضره اللي قال زياش في هذا الفيديو. المهم نبداو بالسؤال الاول، ما هو شعورك حول الشامبيونز ليغ في الوقت الحالي؟ قال لي زياش نشعر بالقوه وناخذ كل مباراه على حده، النهاية إنه أعلى مستوى يمكنك أن تلعبها في دوري أبطال أوروبا، وأعتقد أننا جميعا نريد الفوز بالشامبيونز ليغ. ملي سولو على ذاك الهدف اللي كسجلو ملي كان مع أياكس ضد لومبارد، ملي كان مدرب تشيلسي، الهدف العالمي اللي سجلو كما مكتوب في الصورة، حيت أنه تفاجأ ملي سجل الهدف. قال لي واش نويتي تسجل ذاك الهدف ولا كان فقط ضربة حظ؟ قال لي زياش كنت ناوي نضربها، يعني كنت ناوي نماركيها ونضربها للبوطو ونسجلها. وسولو شكون الأشخاص اللي قريب منهم في تشيلسي، يعني اللاعبين؟ قال لي كنفترقوا بزاف غرفة الملابس، يعني ما كيعمرش معاهم بزاف. قال لي اللاعبين اللي قراب ليا شويه هما كورت زوما وماتشو كوفاتيتش. وقال لي منذ سجلت هدفا رائعا في كاس الاتحاد بغيت نهضر على الاحتفال، وداك الاحتفال شنو بغيتي تعني به؟ قال لي زياش كما كتشوف الصوره دور الاحتفال. قال لي زياش السبب الرئيسي اللي خلاني نحتفل بالطريقه هذا هو ان احد اصدقائي كان تلقى العديد من الانتقادات ملي سجل هدف، احتفل بالطريقه وقال لي زياش ملي غادي نسجل انا غادي نحتفل بحالك. واش تفاجئ شي ملي لقيتي الدوري الانجليزي الممتاز في التقنيه والقوه البدنيه؟ قال لي زياش نوعا ما من ناحيه الجسد، بحيث ملي جيت تشيلسي كنت عرضت الاصابه، يعني كنت خلف كل شيء جسديا، يعني كنت ناقش جسديا خلف جميع اللاعبين، وما زلت كنتحسن وكنخدم على هذه القضيه وعارف هذا الشيء. كنستغرق وقت وغادي نوصل للراجل اللي كنامن به وكنعمل بجد في التدريبات وكنثيق في راسي. وفي السؤال ديالو الخوش على توخيل، هذا السؤال اللي باغينو كاملين ولا كنت كنسنى زياش يجاوب عليه، بحيث ملي جاوب على هذا السؤال هذا جاوب بواحد الطريقه في شكل بحيث انه ما فرحش المذيع. حصلت على رجل جديد وهو توماس توخيل، كيف هي حالك معه منذ أن تولى السلطة، يعني تولى قيادة تشيلسي؟ قال لي زياش توخيل أحضر معه نوع مختلف من التدريب، ولما كنا معه مع لومبارد وله رؤيته الخاصة والإحصائيات تقول كل شيء، لذا هي تسير على ميوران ونفعل ما يتعين فعله القيام به، ونحن فوزنا بالعديد من المباريات ونلعب كرة قدم جيدة. نعم أعتقد أن الجميع حول النادي سعداء به، إنها رحلته هنا لطيفة. يعني كما شو زياش في الهضرة هذه بحال قلتي قال عليه كلام جميل، لكنه ما بغاش يعطي لي ديتاي بزاف، وتم اللي جاوب كان وجه تعب هذا الوجه ديالو بحال قلتي سعيده وما بغاش يقول هذه الهضره، لكن ملي سولو في الانترفيو بغى يقول هذه الهضره. وتقدر تشوفوا في الانترفيو هذه الهضره اللي حاط لكم في الوصف، حيت غتركزوا مزيان ملي جاوب على السؤال هذا وشوفوا تعب هذا الوجه ديالو، بحيث انه بحال كان كاعي شويه. وملي سولو على المغرب قال لي من الواضح انك يا حكيم زياش جزء من جيل ذهبي للمغرب، معك حكيمي ما هو شكل اللعب في منتخب المغرب؟ قال زياش لدينا الكثير من المواهب الشابه، طريقه اللعب مختلفه في افريقيا، حقا انها مجنونه لكره القدم، انه ليس نفس الشيء هنا في اوروبا، الصور مجنونه، كل شيء مجنون في افريقيا. اذا نظرت الى طريقه اللعب هناك فهي صعبه، ولكن ملي كترجع لاوروبا كتعرف باللي كل شيء مزيان في اوروبا، يعني بحال قلتي افريقيا ما كتساعدش بزاف. وقال لي زياش انا كنطلع مع المواهب الشابه نبينو في يناير، يعني على قبل كوب دافريك اللي غادي تلعب في كاميرون في يناير المقبل. وقال لي المذيع شكون اللي كيبان لك يقدر يكون مدرب تشيلسي، يعني شي واحد عنده شخصيه والكاريزما ديال القياده؟ قال لي زياش تياغو سيلفا او لا سيزار اسبلاكويتا. وقال لي ايضا شكون هو اللي يقدر يكون ممثل في هوليوود؟ قال لي روديغر ويمثل في افلام اكشن، بحيث انه معروف بالحركه ديالو وبالعنف ديالو، اللاعب مدافع روديغر. قال لي شكون اللي مزيان في التصوير ولكن التقط صور مزيانه؟ قال لي اودوي. وختم الهضره ديالو معاهم قال لي انا نعطيك واحد الطريقه باش تحتفل، المذيع كيهضر مع زياش قال لي نعطيك واحد الطريقه باش تحتفل بعد الهدف ديالك. قال لي اجبد واحد القبعه اولا بحال بغيت تجبد شي حاجه باش تحتفل بها، يعني انت ذا ويزرد اولا الساحر، يعني خاص تحتفل بهذه الطريقه. قال لي زياش غادي نفكر في الطريقه اللي قلتي ديال الاحتفال. وهذا هو الانترفيو الخوش، حاولت نلخص لكم هذا الشيء باقي ما تلحشاشيش، حاولت نلخصه ونترجمه بالمغربيه والدارجه ديالنا باش نعطي لكم الخوش. من عجبكم بلان وهذا الشيء هذا غادي يخرج غدا وبعد غدا في ليسيت المغربيه وشنو قال زياش. المهم انا كنت سابق الاوان ورحت لكم هادشي بكري، والانترفيو راه كاين في الوصف كما العاده. ما تنساوش تشتركوا في القناه، كان معكم روان، تهلاو لي فراسكم.